فين بقى مدرس التربية الرياضية من الكلام ده كله؟ طب فين أي مشرف؟ فين أي كائن حي موجود في المدرسة؟ طب فين الاستعدادات للسنة الدراسية بأن كل طالب يكون عارف قبل بداية السنة الدراسية فصله فين وجدول الحصص فين ولا إيه الحكاية؟ ليه الطلبة في سن زي دي بقوا بهذا القدر من العنف؟ أعتقد أن إجابة السؤال واضحة، طالب ضرب زميله بالبوكس فالتاني يقع ويموت. فين النظام في المدرسة والمشرفين على اليوم الدراسي؟ مين المسؤول عن التسيب ده جوه المدارس؟ هل يا ترى حد جاب حق يوسف قبل كده عشان نطالب ان حق نبيل مصطفى نبيل يجي النهارده؟ طب هل في حد هيجيب حق الطالب مصطفى منصور؟ طبعا مش بتكلم عن حقه من الطالب اللي ضربه ولا زقه، لان حتى الطالب اللي ضربه وزقه ده في حد ذاته مجني عليه زيه زي زميله اللي مات. ليه بقى؟ لأن إحنا كلنا كمجتمع للأسف الشديد بندفع ثمن العنف اللي بقى سائد ما بين أطفالنا وشبابنا. ولادنا اللي في البيت بيتفرجوا على نماذج سيئة لبلطجة بمعنى الكلمة في التلفزيون وفي المسلسلات وفي السينما اللي واضح إن ملهاش حل، وبالتالي في المدرسة بيقلدوا هذه النماذج السيئة اللي بقت بالنسبة لهم قدوة ومثل أعلى. ما هم مش لاقيين في المدرسة حد يوجه ولا يشرف ولا يعلم ولا يربي، وفي النهاية يموت ولد تاني من ولادنا. أهله كانوا بيحلموا باليوم اللي يتخرج فيه ويشتغل ويتجوز ويفرحوا بيه عادي زي أي أهل. هنفضل كده كل يوم نشيع ولد من ولادنا بيموت في المدرسة لغاية ما نعرف إن المدرسة مؤسسة تربوية في المقام الأول، وبعدين تبقى مكان للعلم بعد كده، لأن الأدب فضلوه عن العلم. ياريت ننتبه، وياريت السيد وزير التعليم التربية والتعليم والقائمين على التعليم يعرفوا إن التعليم رسالة مش مهنة، يعرفوا ان مهمتهم انهم يربوا اجيال في المقام الاول، يعرفوا ان هم اصحاب اهم رسالة في البلد دي وغيرها، رسالة اعداد جيل جديد يبني مصر. هم دول اللي هيبنوا مصر. انا الحقيقة بستغرب ايه اللي احنا وصلنا له ده. فقبل بقى ما نفكر في موضوع التنس والسكواش والكلام ده، عندنا اولويات الاهم في المهم. جميل قوي ان احنا نوصل بعد كده لمرحله التنس والسكواش وندخل بطولات دوليه وعالميه، يا سلام يا ريت، ده على الرحب والسعة يا ريت. بس الاهم فالمهم في ترتيب اولويات. الاسبوع اللي فات كنا عرضنا هنا في برنامج مفتاح الحياه مشكله هي اضطرار مئات الطلاب بالمرحله الابتدائيه والاعداديه بقريه محله ابو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية. الولاد اضطروا ان هم يروحوا مدارسهم على الحجارة اللي حطها اهالي القرية وسط مياه الصرف الصحي اللي كانت الشوارع غرقانة بيها. الحقيقة ان في سريعا خلينا احنا معانا الصورة الاولانية، دي الصورة الاولانية، الولاد هم رايحين المدرسة بيحاولوا ان هم يعني يمشوا على الحجارة اللي حطها الاهالي، لانه طبعا مياه الصرف الصحي زي ما حضراتكم شايفين. واحنا عرضنا الصوره دي هنا من اسبوع بالظبط في برنامج مفتاح الحياه، ونشدنا الساده المسؤولين ان هم يشوفوا حل للولاد عشان يوصلوا مدارسهم بالسلامه. الحقيقه انه في استجابه تمام، دي الصور اللي تمام استجابه طبعا للبرنامج. مشكورا قام لواء ناصر طه رئيس مجلس ومدينه المحله الكبرى بتمهيد الطريق والحقيقة إزالة مياه الصرف الصحي ورفع القمامة من الشوارع، وأصدر توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية بمتابعة عملية النظافة أولا بأول، وآدي الشارع بعد ما اتنظف وبقى فل. أشكرك يا فندم، فعلا النظافة من الإيمان، ده حقيقي. أشكرك جدا جدا، وإحنا في الآخر بنأكد على ان احنا هدفنا واحد، هدفنا ولادنا يوصلوا مدارسهم بالسلامة، يتعلموا صح ويتربوا صح. احنا مش عايزين اكتر من كده.